مانشستر سيتي الإنجليزي ليون الفرنسي دور أبطال أوروبا الربع النهائي من مباراة مثيرة جدا، مباراة كبيرة مثيرة، مباراة اللي شاهدنا كيفاش الجزائريين مشاركين في هذا، شفنا كيفاش نقولوا باللي كيفن وين نقولوا باللي كورني ماكسويل اللي سجل في الشوط الأول وين خرجوا فايزين في الشوط الأول بهدف لصفر، شاهدنا كيفاش تعديل النتيجة بعد دخول رياض محرز وين كان له الدور كبير في هذا الهدف، وين خروج دخول رياض محرز وين بعد تمريره حاسمه من ستيرلينغ وين شفنا كيفاش كيفن دي بروين اللي عدل النتيجه في الدقيقه 69، شاهدنا كيفاش موسى ديمبيلي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقه 79، يعني مباراه كانت قويه، مباراه وين شاهدنا بيب غوارديولا اللي دخل بخطه 3-1-4-2، شفنا الشوط الثاني وين غير الخطه ولعب بخطه 4-3-3، شاهدنا كيفاش رودي غارسيا المدرب تاع ليون اللي دخل بخطه 3-5-2 يعني من اجل التكتل في الدفاع، شاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي كانت سيقه، مباراه نقولوا باللي رغم ان السيطره واضحه من الشوط الاول والشوط الثاني من جانب مانشستر سيتي في اللعب، نسبه استحواذ 67% 33% ليون، 187 تمريره ليون، 474 تمريره بالنسبه لمانشستر سيتي، شاهدنا كيفاش 645 تم عدد اللمسات لمانشستر سيتي ليون 324 تمريره فقط، يعني نقولوا بلي اليوم شنا كيفاش رغم ان حسام عوار وين يقدم مباراه كبيره، شنا كيفاش في الاحتياط رايان شرقي، شنا موسى ديمبيلي اللي دخل في 75 واضاف الهدف في الدقيقه 79، شنا تيغو، شنا كيني، شنا كيفاش كارلو توك، شنا كيفاش ماكسويل، حسام عوار، بيرناو، شنا ماكسيناس، شنا ليون، شنا بيرناردو، مارسيلو، شنا جينسون، يعني اللي راهم يقدموا في مباراه، وخاصه لوبيز انطونيو لوبيز اللي قدم مباراه كبيره رغم ان ذلك، شنا انديرسون في الحراسه تاع مانشستر سيتي، شنا كيفاش فيرناردينيو، شنا ايريك، شنا اميريك، شنا كيفاش رودريغو فيرناردينيو اللي خرج في الدقيقه 56 دخل مكانه رياض محرز، خرج مدافع دخل مهاجم، شنا كيفاش والكير، شنا كيفان دي بروين المعدل النتيجه في الدقيقه 64، شنا ايكار، شنا كيفاش جاو، شنا جابرييل خيسوس، شنا رحيم ستيرلينغ، رياض محرز، يعني كانت نقولوا بلي مباراه كبيره، نقولوا مباراه كبيره، مباراه اللي شاهدنا كيفاش راهي تلعب 84 دقيقه وراهم هدفين لهدف واحد، يعني كانت مباراه شيقه، مباراه في القمه، مباراه نقولوا بلي اليوم مانشستر سيتي ليون كما توقعنا بان المباراه لم تكن سهله جدا، لم تكن سهله، شنا هذا هو الربع النهائي، نقولوا ربع نهائي في مانشستر سيتي الانجليزي ليون الفرنسي الدور ابطال اوروبا، شنا كيفاش انتهت المباراه مانشستر سيتي ليون الفرنسي.